بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما جزئيه الجرامر دي على اول 6 وحدات هنلاقي اسئله على الباست تنسز، اسئله ازمنه الماضي كلها في بعضها، ودي حاجه محترمه عشان ما يقوليش كل الاسئله على الماضي بسيط، فطول ما انت ماشي تختار تصريف تاني. دول تقريبا 45 سؤال، وبعد كده على البريزنت تنسز ازمنه المضارع مكملين لحد 71، وبعدين فيوتشر تنسز. الراجل جاب على كل زمن شويه اسئله كده هنحلهم مع بعض ان شاء الله بالترتيب، المودال فيربس، كل الحاجات دي. تعالى بقى نبدا بسم الله من اول فكره كده ونحل مع بعض. قلمك الجامد وصحح ورايا، والسؤال اللي انت ما تفهموش اكتب لي في الكومنتس، بس اكتب لي السؤال لاني ما ينفعش افتح الفيديو علشان ده غلط، ممكن نقفل القناه بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال معانا، الراجل بيقول لك ماي اونت نوت ان طنطا فور 10 ييرز اونلي ناو شي از ليفنج ان منصوره. فكره السؤال ده يا مستر فين؟ في الاتي، ان حضرتك عارف ان فور دي بنستخدم معاها ماضي بسيط ونستخدم معاها مضارع تام. حلو. الماضي البسيط ده لو الحدث انتهى، طب مضارع تام لو حدث لسه مستمر. الراجل بيقول لك ايه في الجمله؟ بيقول لك ان عمتي في طنطا لمده 10 سنين، دلوقتي هي في المنصوره، معنى كده ان موضوع طنطا ده انتهى، فده حدث انتهى يبقى ماضي بسيط، فحضرتك تختار ماضي بسيط يا معلم على طول اللي هو ليفد. ما تقوليش بقى كلمه فور موجوده ودي مضارع تام، اكبر كده وافهم. اي اكار اكسيدنت وايل كامينج تو سكول، انا رايت حادث سياره بينما كنت اتيا الى المدرسه. رايت يبقى اي سو. طب ما ينفعش اقول يا مستر اي واز سينج لان وايل بعدها مستمر وقبلها مستمر. ينفع؟ اه ينفع بعدها مستمر وقبلها مستمر، بس السياق رافض كده لان كلمه سي اصلا لا تاتي مستمر، فرميها في الشارع يا معلم. ذا ايفل تاور نوت ان 1889، برج ايفل. اولا قبل ما تحل السؤال ده انت اكيد خربوش واخد بالك انك قلت ذا ايفل تاور، ما قلتش ايفل تاور على طول، زي ما انت بتقول ذا ايجيبشن ميوزيوم وهكذا، الاماكن المشهوره معاها ذا، بنقول ذا سفنكس على طول كده. طيب المهم برج ايفل صم، كلمه ديزاين يعني يصمم، هو برج ايفل صمم ولا صمم؟ صمم. يبقى انا عايز مجهول، ماضي بسيط مجهول يبقى ووز وير، والتصريف الثالث يبقى ووز ديزايند. طب ما هي دي مجهول، اه بس ده مضارع تام مبني للمجهول، احنا عايزين ماضي بسيط مبني مجهول. طيب ايز ديزاين مضارع مبني للمجهول بس في مضارع، وديزاين معناها صمم. طيب امتى ناخد رقم دي يا معلم؟ عارف انا هسيب الجمله كده عشان اسيب الاختيارات في الكادر، حل معايا. لما اقول لك ذا ايفل تاور نوت ان 1889 اتراكتد ميني فيزيتورز، يعني ايه الجمله دي يا معلم؟ انا عايزك تترجم عربي بس الله يكرمك ويسترها عليك يا شيخ. في رقم 3 ترجم معايا كده، انت قلت لي برج ايفل صمم، صمم يعني ووز ديزاين. طب هنا ينفع نقول برج ايفل صمم في عام 1889 جذب الكثير من الزوار؟ لا، ده انت بتقول لي برج ايفل الذي صمم، يعني المفروض الجمله مكتوبه قدام حضرتك ويتش ووز ديزايند، معناها كده المفروض تبقى الجمله مكتوبه كده قدامك، ده المنطق يعني. طيب الراجل عمل ايه حضرتك؟ اما انك تقول لي ويتش ووز ديزايند يا تشيل ويتش ووز، ما انت قلت لي في الحصه بتاعتي امبارح لسه ان انا لما يكون عندي ضمير وصل في المجهول بنحذف كل حاجه ونسيب الباست بارتيسيبل، فعشان كده هنسيب الديزاين لوحدها وتبقى الجمله برج ايفل او ذا ايفل تاور ديزايند ان 1889 ماله يا ابني جذب الكثير من الزوار. عايزك تكتك معايا والله ما هنعدي فكره، والله اللي هنحله معاك هنا ان شاء الله كافي وشافي. 4 5 years ago، منذ 5 سنوات، I enjoy playing on the beach، انا ايه الاستمتاع؟ والله enjoy دي فعل في المصدر، فانا هقول لنفسي اطلعي بره amused to، لان انت عايزه حاجه من ثلاثه، اما الفعل مضاف له ing يا اما الاسم يا اما ضمير. حلو، ولا واحده من دول موجوده، وانا شارح دي على القناه لو انت ما سمعتهاش شارحها اول امبارح تقريبا اسمعها. طيب used عايز قبلها تو، عايز بعدها تو يا باشا، used to كامله زي الفل. طب used دي يعني استخدم بره يا حاج، اذا الاجابه اصبحت I used to. طيب when she was young she used to be naughty، عندما كانت صغيره هي اعتادت ان تكون، ان تكون خد بالك انت من بي دي عشان دي مطلوبه شقيه او مشاغبه، but now she لكنها الان لا. مستر انت قلت لي قبل كده لو انا عندي في الجمله used افكرك، يمكن انت ما سمعتش فيديو الشرح، used to ممكن يجي بعدها الفعل في المصدر او نجيب بعدها verb to be. حلو، الجمله المنعكسه اللي في الاخر لو انا استخدمت verb to be هيكون برضو فيها verb to be. طب لو انا استخدمت هنا اهو فعل، الناحيه الثانيه هاخد دو او داز مثبتين او منفيين حسب الفاعل. مستر طب افرض هو جاب لي هنا الفعل ده في الماضي، هقول لك انت بتهبد، ما اصل في تو فده غصب عنك مصدر يا ابني ما تهزرش. فلو انت قلت لي شي يوزد تو ستادي مثلا، كان متعوده تذاكر زمان بات ناو شي دازنت. طب لو انت قلت لي شي يوزد تو
بي سمارت بات ناو شي ازنت. وخد بالك من التكه التالته عشان يبقى خلصنا من الحوار ده. لو انت قلت لي شي ووز يوزد تو وجبت لي مثلا دوينج اي حاجه كده، الناحيه التانيه هتاخد ازنت برضو. ليه؟ عشان عايزك انت حافظ وفاهم ان انت عندك ثلاث احتمالات، يوزد تو والمصدر ناخد لها دونت ودازنت. طب يوزد تو والفيرب تو بي ناخد لها ازنت وارنت وعلى حسب الفاعل. طب ووز يوزد تو كان الفيرب تو بي ده موجود، يعني يوزد تو لو معاها فيرب تو بي سواء بعدها او قبلها انا هاخد الناحيه الثانيه فيرب تو بي. شوف كده الكلام ده كده طبقه عامل، عشان كلام النظري انا ما بحبوش اصلا. شي ووز يوزد تو شي وين شي ووز يونج، عندما كانت صغيره شي يوزد تو بي، انا عندي هنا بي، فالناحيه الثانيه انا عامل حساب ان انا هاخد بي. اطلعي بره يا دازنت، اطلعي بره يا دونت، اطلعي بره يا ديدنت، خلاص ما عادش غير واحده فيرب تو بي، هي دي الاجابه. بات ناو شي ازنت. الراجل في الامتحان ممكن يخدعك، احترس. ممكن يقول لك مثلا ساره used مثلا used to be smart زي ما قلنا اعتادت انها كان زمان كانت ذكيه، but now she not. هتقول له is ولا isn't؟ هتقول له does ولا doesn't؟ ماستر من غير كلام اهي، but now she isn't. حلو الكلام. راح الراجل جايبها لك الناحيه الثانيه وقال لك silly. حل انت كده يا معلم، انت لو حافظ بس هتتنايل عليك تغلط. بقول لك هي ساره كانت متعوده ان تكون ذكيه لكنها الان تكون غبيه، فناخد هنا يا معلم از اللي هي ده اهي. ما خدناش ازنت ليه؟ لان الراجل غير الصفه عكسها. طب لو ما كملش كنا خدنا النفي الصفه الموجوده وسلام عليكم. طيب الراجل هنا بيقول لك بقى grandpa not do the gardening every morning but now he is too tired. بقول لك لكنه الان يكون متعبا، يبقى هو اعتاد ان يفعل، اعتاد ان يفعل، يبقى used to do اللي هي ده اهي. طبعا ويل بره لان جملتك ماضي. شود والمصدر دي مضارع، يوز يعني يستخدم، ارمي في الشارع. يبقى انت بتقول لجدي اعتاد ان يقوم بعمل حديقه كل يوم لكنه الان متعبا. ده معناها ان بط ناو هي دازنت. رقم سبعه الراجل بيقول لك فور سنشوريز لقرون ذا ويند هاز بين يوزد. الرياح، ترجم عربي عشان ما تغرقش، عشان انا عارفك انت ساعه ما بتلمح بين بتقول ده مجهول على طول، فانا مش عايزك تعمل كده. ترجم عربي، الرياح has been used يعني استخدمت، استخدمت انت نفسك قلت استخدمت، يبقى انا قدامي حاجه من اتنين، يا اما تو والفعل في المصدر، يا اما فور والفعل مضاف له اي ان جي. فاطلعي بره يا سيلينج، باقي معايا تو سيل، في هنا فور لا، يبقى تو سيل بس. كان ممكن نقول فور سيلينج، الرياح استخدمت لابحار السفن، لتحريك السفن يعني. علي ترافلينج باي سي، يوزد تو بره عشان احنا عايزين بعدك مصدر، ما فيش حاجه اسمها يوزنج ولا يوز تو. از يوزد تو عايزه بعدها اي ان جي او مصد او اسم او ضمير. طب يوزس بره، خلاص ما فيش غير واحده بس اللي قدامك از يوزد تو، وادي اي ان جي قدامك. اول داي يسترداي، امبارح طول النهار، اي ان ذا جاردن، انا امبارح طول النهار كنت شغال، يبقى اي ووز وركينج، حدث مستمر في الماضي طول اليوم. طب ليه ما ناخدش هاد بين؟ ما انا قلت لك ملحوظه خلبوسه كده، ما تاخدش تام، ما تاخدش تام اصلا الا لما يكون عندك حدثين اتنين والاولاني منهم يبقى هو تام. Yesterday at 5 past 7 امبارح الساعة 5 ونص، لا 7 ونص سوري، كانت ايه 5 past 7 لا ده 7 و5 امبارح الساعة 7 و5 I not my application to the company website. امبارح الساعة 7 و5 انا حملت رفعت، يبقى I uploaded. في uploaded لا، اطلعي بره انت عشان دي ماضي، احنا جملتنا ماضي وانت مضارع، دي بره برضه عشان دي مضارع وجملتنا ماضي. would upload وباقي معاك was uploading. حلو، امبارح الساعة 7 الا 5 لو انا طبيت عليك هلاقيك عمال ترفع في الايميل، يبقى was uploading ماضي مستمر صح، تنفع برضه. طب احمد سكار was hit by a driver، عربية احمد صدمت بواسطة السائق الذي كان يقود، يبقى هو was driving. فين was driving يا عم؟ ادي was driving. على فكرة كان ممكن ناخد driving، شيل was وهو وسيب driving لوحدها. طيب she was shopping for souvenirs while I، هي كانت بتتسوق عشان تشتري وتحف، بينما انا ايه a cup of tea كنت اتناول كوبا من الشاي، يبقى was having. مستر هو have تيجي مستمر يا حبيبي، have لو معناها اي حاجه غير يمتلك هاتها مستمر، يعني كده صح. while not the new plan سامي noticed that it was too long، دي long المفروض. بقول لك بينما مفيش فاعل، حلو خلاص يبقى احنا عايزين اي ان جي على طول. هتفكر في اتنين، اما being revised او revising. في being revised هنا لا عشان تبقى مجهول يعني، خلاص مفيش غير واحده. فاثناء المراجعه مراجعه الخطه سامي لاحظ ان هناك انها طويله جدا.
نهى فوند مي وايل ذا دينر، نهى اتصلت بيا ساعة ما العشاء، كان بيجهز ولا يجهز؟ لا يجهز. يبقى انت عايز ماضي مستمر مجهول اللي هو ايه؟ فيرب تو بي اللي هو ووز وير وبعدين بينج وبعدين الباست بارتيسيبل. حضرتك هتاخد مين بقى؟ ووز بينج كوكد اللي هي دي. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 15 someone، لا 15 I not plans for our trip to London when he called last night. انا كنت بعمل خطط للرحلة لما هو اتصل امبارح، يعني هو اتصل وانا شغال، يعني هو قطعني، يبقى was making. انا كنت بعمل خطط، كنت مستمر. someone next door not heavy metal music all night long I didn't get a wink of sleep. بقول لك انا ما عرفتش انام منه الله يخرب بيته، ما هو طول ما انا نايم هو كان شغال موسيقى، فناخد was playing. والسؤال المنطقي ليه مش had been playing؟ هقول لك، عارف انت لو قلت لي ان انا امبارح نايم من 7 ل 10، حلو، زميلنا الفاضل بيعزف موسيقى، بيعزف بلاي ميوزك، يعني بلاي ميوزك، الراجل شغال في عزف الموسيقى، هو كمان من 7 ل 10. هنا كده حضرتك هتقول ايه؟ هتقول لي هي ووز بلاينج، يعني هو كان بيعزف، وساعتها اي ووز سليبنج، انا كنت ساعتها نايم. عارف لو الكتكوت الجميل ده، جارك اللطيف ده، بيعزف موسيقى من الساعه 3 للساعه 5، معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو عزف طبعا من 7 مساء بي ام، يعني نقول نعملها كده بي ام، ودي برضو بي ام، من 3 بي ام لحد 5 بي ام، يعني ايه؟ ده قبل ما انام. طيب لكن دي كده عزف من 7 ل 10 اثناء النوم. طيب فلما انت تيجي تقول لي بقى والله الراجل يا عم فضل يعزف من 3 ل 5 وبعدين دخلت انا انام من 7 ل 10، في الحاله دي هتقول لي بقى هي هاد بين بلاينج، معنى كده ان هو عزف واستمر في العزف وخلص قبل ما انام، ما هو اسمه حدث تام يا معلم، عشان هو تم قبل ما انت تنام، فاهم الحوار ده؟ فانت نمت من 7 ل 10 والراجل نزل عليك عازف من 7 ل 10، فتقول الله يخرب بيته انا ما عرفتش انام، اصل هي ووز بلاينج وايل اي ووز سليبنج. لكن لو الراجل عزف من 3 ل 5 هتقول لي هاد بين سليب، هاد بين بلاينج. طب وبناء على ذلك انت لو خدت لي هاد بين بلاينج ميوزك معنى كده انه عزف وخلص قبل ما انت تنام، مشكلتك ايه؟ طيب بتشتكي ليه يا ابني؟ مقرف ليه؟ I felt really sick. The party، والله the party دي اسم، خلاص خد الديورنج يا حبيبي، ما انا عارف ان الديورنج دي حاجه من اتنين، يا اما الفعل مضاف له اي ان جي زائد اسم بس بشرط تترجم بالمقلوب، او ان يجي بعدها اسم بس. He not his homework before I arrived home. عندي before، حلو، والله بعدها جايب لي arrived ماضي، فاللي قبلها برضو لازم يكون ماضي، فاطلعي بره يا هاد يا هاز، سوري، اطلعي بره يا داز، اطلعي بره يا ويل، انا كده ما عنديش غير اختيار واحد، مش هفكر انا، خلاص شكرا. هاد اوريدي دان. After they not their breakfast they left. نفس اللي انا عملته في الجمله اللي فاتت، انا قلت لك في الجمله اللي فاتت الراجل مديني هنا ماضي، فهناخد ماضي هنا برضو، مديك ماضي فحضرتك محتاج هنا ماضي. انزل على اي حد مضارع، اطلعي بره انت، وهنا في فاعل فمش هينفع ناخد اي ان جي. يا ترى هاد فينيشد ولا هاد بين فينيشد؟ دي حضرتك مجهول، ودي معناها دي معلوم حضرتك، انت بتقول بعد ما هم خلصوا انتهوا معلوم، يبقى هاد فينيشد. اللي بعد كده رقم 20 I not nobody at school until the staff had arrived. انا عندي تل وانتل، ادي الرابط يا حاج، وادي هاد arrived زمانها ماضي يا عم الكتكوت، يبقى عندك رابط بعده ماضي، فاللي قبله طبيعي هيكون ماضي. حلو الكلام. طيب الماضي هنا ماضي، ده ماضي، ده ماضي، ده ماضي، حلو الكلام برضو. انت عندك تل، لو انت من نوع الحافظ يعني، تل وانتل بعدهم ماضي تام، انت عايز قبلهم ماضي بسيط منفي، يبقى ناخد didn't meet. هقول لك ايوه بس استهدى بالله كده، مش واخد بالك انت من كلمة نو بادي ديت؟ مش واخد بالك ان نو يعني نفي، ما ينفعش ناخد نفيين ورا بعض يا بلينس، يبقى ناخد هنا مت. طيب ليه ما ياخدش هاد انت مت يا مستر؟ اصل انت عندك حدثين، انت بتقول انا ما قابلتش حد الا لما العمال وصلوا، يعني العمال وصلوا وبعدين حضرتك قابلت، فالمقابلة دي حدث تاني، فانت عايز ماضي بسيط. اقول تاني كده، الجملة فيها نو بادي، فانا كده خلاص قلت للنفي اللي في الجملة اطلع بره، اختار بقى الماضي البسيط المناسب. ولما تقول لي met nobody يعني معناها didn't meet anybody. في 21 راجل بيقول لك she went to bed early، راحت تنام بدري، because she for a long time، لان هي لفتره طويله. طبعا الجمله ماضي فهنطلع هاز بره، وباقي معانا would play دي كانت هتلعب يعني، فرماها برده في الشارع، باقي معاك was playing وهاد played، المفروض انها لعبت وخلصت لعب وبعدين دخلت نامت، فاللعب ده حدث اولاني فهاد played. عارف لو قلنا was playing معنى كده انها كانت بتلعب ومستمره في النوم في اللعب،
وبعدين نامت فجأة. طب she not dinner when we returned home, so she had time to receive us warmly. هي كان عندها وقت انها تستقبلنا، معنى كده ان هي كانت خلصت اعداد الاكل. الجملة ماضي، فاطلع بره hasn't، اطلع بره isn't، بقي معنا wasn't making ولا wasn't made. انت بتقول لم تكن تعد، ما كانتش بتجهز الاكل، يبقى wasn't making معلوم، ما كانتش بتجهز يعني كانت خلصت يعني. On dinner when عادل arrived, so I warmly asked him to share the meal with us. أوزمي أنا رحبت بيه إن هو يقعد ياكل معايا، معنى كده إن أنا كنت باكل، يبقى I was having، وهذا هي جت في المستمر لأن معناها حاجة غير يمتلك. When عمرو arrived we not dinner, he found nothing to eat، ملقاش حاجة ياكلها، يعني معنى كده إن إحنا كنا أكلنا وخلصنا وبعدين عمرو وصل فما كانش في أكل، يعني معنى كده إن أنا عايز حدث أولاني، فناخد هاد ماضي تام. طيب the writer revised what he not before it was published. الكاتب راجع ما كتبه قبل ان ينشر، فهو كتب الاول الكتابه حدث اولاني يبقى had written. by 12 او 2012، لما تلاقي باي وبعدها ماضي خد ماضي تام، باي وبعدها مستقبل خد مستقبل تام، فده كده ماضي يبقى ماضي تام، فناخد had written. طيب ما ينفعش ناخد had بالرايتنج، لا يا معلم، ما انا قايل لك مع العدد اللي هو زي 3 2 العدد ده ممنوع المستمر. She not the city before the school trip. والله قبل الرحلة المدرسية هي كانت زارت المدينة، يعني هي زارت الأول وبعدين في يوم من الأيام راحت رحلة مع زميلها، فالزيارة حدث أولاني، فأنا عايز ماضي تام فهاد already visited. Mona didn't send the message to her father until she. Mona ما بعتتش الرسالة لباباها إلا لما هي كتبتها، فهي كتبت الأول، فأنا عايز ماضي تام عشان حدث أولاني. I was very angry because when I arrived at the station the train. اسمع أنا كنت زعلان خالص لأني لما وصلت المحطة القطار كان مشي، يعني القطار مشي الأول وبعدين بسلامتك وصلت، فوصولك حدث تاني والقطار مشي وحدث أولاني، فأنت عايز ماي تام فناخد هاد ليفت. طيب اللي بعدها بقى فسرت لك الإجابة بتاعت 29، بقول لك لاكلي من حسن الحظ لما أنا وصلت القطار غادر، يعني أنا وصلت الأول عشان كده محظوظ، فوصولي حدث أولاني فناخد ماي تام فناخد هاد ريتشد. المفروض فين هاد ريتشد يا عم؟ فين هاد ريتشد؟ مش موجودة، خلاص هناخد مكانها ماضي بسيط، ما انت عارف الحدث الاولاني ينفع ماضي بسيط وماضي تام عادي، طبعا مش هناخد ده لان ده تام مستمر، مش ساعة ما كنت بوصل القطار مشي، معنى كده ان انت ما لحقتوش يا كتكوت. طيب يبقى من حسن حظي انا وصلت وبعدين القطار غادر. طيب she arrived at the cinema late، هي وصلت السينما متأخرة، الفيلم كان بدأ قبل ما هي توصل earlier، قبل ما توصل بعشرين دقيقة، يعني الفيلم بدأ الاول وبعدين هي وصلت، فالفيلم بدأ ده حدث البداية ده حدث أولاني يبقى had begun. As soon as I knocked the office I phoned him، بمجرد ما وصلت المكتب اتصلت بيه، فوصول المكتب حدث أولاني فناخد had entered. في had entered، لا خلاص خد entered، ما احنا قلنا زي دي زي had reached خدنا reached، ما انت لما يكون حدث أولاني خد ماي تام أو ماضي بسيط. As soon as they arrived، بمجرد ما وصلوا احنا قدمنا الاكل، فطبيعه الحال والمنطق والعقل والنقل والفهم بيسلموا عليك ويقول لك ان احنا وصلنا الاول وبعدين هم قدموا لنا الاكل، فتقديم الاكل حدث ثاني فماضي بسيط يبقى سيرفد. 34 not feeling the pain in of the injection she gave a spontaneous، يعني عفوي، a spontaneous cry يعني صرخت صرخه عفويه بعد ما اخذت الحقنه. ان بره وبيفور لانها مش هتصرخ قبل ما تاخد الحقنه، اكيد هي صرخت بعد. المشكله فين بقى؟ ان افتر معناها بعد وان برضه معناها بعد، بس اون متفقين انها بتيجي لما يكون في حدث لحظي، وطبيعه الحال ساعه ما خدت الحقنه صوتت، ولا هي خدت الحقنه وبعدين شويه كده صوتت، لا الحدث لحظي فناخد اون يا معلم. هافينج عايزه بعدها اما باست بارتيسيبل يا اما بين والباست بارتيسيبل، فجراجويت اطلعي بره، وجراجويتد جراجويتد وجراجويتد دول مكررين، وجراجويت اطلعي بره. بعد ان تخرج مبني المعلوم، فدي صح ودي صح وده خطا مطبعي، المفروض تبقى graduated وبين graduated بس هو ما عملش كده. طيب graduated و graduated هما الاثنين نفس الكلمه. no sooner دي عايزين بعدها in version اللي هو الاقلاب، فانا هجيب بعد no sooner هاد فاعل past participle، هستبعد اللي بادئه بالفاعل، استبعد اللي بادئه بالفاعل، دي بادئه بفعل مساعد وده بادئه بفعل مساعد، والله ممكن الاثنين ينفعوا اه، بس انا عشان الجمله الثانيه قال لك lift او felt ماضي فانا عايز ماضي فخدنا had he taken. I'd rather فاعل، اذا انت عايز ماضي على طول يا معلم مباشرة، انا عايز ماضي. باي اطلعي بره، تو بره، بوت معانا، والباي اطلعي بره، ودي ذكاء الطالب الشاطر اللي يعمل كده، ما يفضلش يهري في دماغه يا ترى ماضي بسيط ولا ما تشوف يا ابني الاختيارات الاول، ما ممكن يا ابني يكون الراجل مديك ماضي واحد بس وسلام عليكم. طيب واحنا كده كده كنا ناخد بوت حتى لو فيها بوت،
ليه؟ اصل بقول لك يا ريتك تشتري العربيه دي، اصل ات از مضارع ازاي؟ انها تكون صفقه، ومع المضارع ناخد ماضي بسيط. لو قال ووز ناخد ماضي تام. اتس تايم فاعل، انا عايز ماضي بسيط، ودي 2022 طبعا، يبقى استدد. الوش اي ما ينفعش اي تصريف اول بعد وش، اطلعي بره يا نو، اطلعي بره يا هاف، لانك مضارع. احنا متفقين ما فيش اي تصريف اول ولا مضارع. باقي معايا وير نوينج وبنيو. اصلا انا عارف ان نيو، ان نو ما تجيش مستمر، لا مستمر مع نو، اذا الاجابه اصبحت نيو، واخترت الاجابه من غير ما ارجع للجمله. طيب اي ويش اي نفس الكلام، ممنوع مضارع، ممنوع تصريف اول، اطلعي بره يا هاف اتندد، اطلعي بره يا اتند، يا اما اتندد يا اما هاد اتندد. هاد اتندد لو الجمله ماضي، واتندد لو الجمله مضارع. مستر ركز، دي اتندد ماضي. ايوه ما احنا بناخد ماضي بسيط لو هي مضارع. طيب قال لك اي ويش اي نو ات ذا ميتنج يستر داي، يعني الجمله ماضي، يعني انا مش موجود يستر داي اللي خلاني اعرف انها ماضي. الترجمه يا ليتني حضرت، كلمه حضرت ماضي، خلاص خد لها ماضي تام. اي فيل فيري سيك، انا اشعر بمرض. يا ليتني اول ذا تشوكلت يستر داي، يا ليتني لم اكل، يا ريتني ما اكلتش، يعني ماضي، فناخد ماضي تام اهو. هاد انت ايتن، طب ليه ما خدناش هاد ايتن؟ هو ايه سبب المرض؟ مش الشوكولاته؟ بيقول لك انا اشعر بالمرض، يا ليتني لم اكل، يا ريتني ما اكلتش. 42 هي واز اكستريملي تايرد بيكوز هي اول ذا واي تو سكول، هو كان متعب جدا لانه ايه اول ذا واي. بص يا معلم عايزك تركز في دي كويس، لما يكون عندك سبب ونتيجه، هو كان متعب، حلو، ده نتيجه الايه؟ نتيجه الجري، يبقى خلاص النتيجه تبقى مستمر، وده ماضي، فناخد النتيجه في السبب في الماضي، يبقى هاد بين رانينج. ركز معايا كده، لما يكون عندك سبب ونتيجه فهما الاثنين بيبقوا من نفس الزمن، ده ماضي يبقى ده ماضي، مضارع يبقى مضارع. طيب منى for her bus for more than 2 hours when he finally arrived. والله يا باشا انا عارف كويس ان لما يكون عندي فور ومده زمنيه وبعدين when، او فور ومده زمنيه وبعدين بيفور، فانا عارف ان انا كده عايز تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي؟ الفعل اللي بعدهم في الاخر ده زمن وماضي، يبقى انت عايز ماضي تام مستمر. فهاد بين ويتنج اللي هي دي. when he arrived in Cairo لما وصل القاهره، he English for 6 years. بص الجمله كلها ماضي ازاي؟ arrived و هي ارايفد، مفيش هنا حاجه ثانيه غير كده ماضي. المهم انها ماضي، فهاز بره وهاز بره. هاد ستاديد ولا هاد بين ستاديينج؟ بص لما وصل القاهره هو كده كان بيدرس انجليزي بقاله 6 سنين وهو مستمر في الدراسه، يبقى هاد بين ستاديينج. هي لوكت فيري تايرد، هو كان شكله تعبان. لوكت ماضي، فانا عايز ماضي كلهم مضارع، لا دي واحده بس اللي مضارع. هو كان شكله تعبان لان هو كان شغال طول اليوم من غير ما يقول لي اول دي. اصلا انا كده كده هاخد هاد بين وركينج، عارف ليه؟ عشان في نتيجه اللي هي الاثر، وفي عندك سبب اللي هو العمل. السبب والنتيجه هيكونوا ماضي، ثانيا السبب بيكون مستمر دايما زي ما حصل في 43. الجمل اللي بعد كده على البريزنت على البريزنت تنسز، تيرن اوف ذا لايتس، طف النور يا ابني. وين يو، انت عارف فكره الجمله دي، واعتقد كل الجمل، والله ما قراتهمش لسه الجمل دي، بس فكرتهم ايه؟ ان الراجل هيدي لك رابط فهتاخد بعده مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه دي هتجيب امر او مضارع بسيط يا معلم تحديدا ما ينفعش تام او مستقبل. بص كده في الجمله دي الراجل بيقول لك ايه في الجمله؟ when you not، عندما انت، طبعا ده امر، يبقى انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى when you leave. عارف لو have left كنا خدناها. when he not his work he will، ركز ركز، عندك رابط ومديني هنا مستقبل اللي هو ويل، ركز لي كده في الحته دي الله يكرمك، مديني مستقبل، يبقى انت عايز تجيب بعد الرابط. ركز كده على الحته دي، على العربي ده ممنوع نستخدم مضارع بسيط، ما ينفعش نستخدم مضارع بسيط قبل، لا سوري، مضارع تام، ما ينفعش نستخدم مضارع تام، عذرا امسح دي كده تاني، ممنوع نستخدم مضارع تام قبل الرابط. قبل الرابط هنا كده ناخد مضارع بسيط، وممنوع مستقبل بعد الرابط. والتالتة بقى في الممنوعات يا عم، ممنوع نستخدم، ممنوع نستخدم ماضي مع مضارع الا لو معاك سنس، عشان هي اللي بتجمع بين الاثنين. اي المهم عندي هنا، فانا عندي هنا في الجمله والله وين دي رابط، والراجل مديني الناحيه الثانيه مستقبل، فانا عايز مضارع بسيط او مضارع تام برضو. فوين هي داز او هاز دان، كان ينفع هاز دان. طيب once you not you will، والله عندي رابط والجمله الثانيه فيها will، فانا عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام، فناخد finishes او ها سوري finish او have finished، ادي have finished عشان you عايزه finish. oh I not my mobile what can I do، انا كسرت موبايلي ماذا استطيع ان افعل، ماذا افعل، دي مضارع ازاي؟ يبقى انت عايز مضارع، يبقى I have broken،
مستر مش انت بتقول انا كسرت وكسر يعني بروك؟ هقول لك اه، بس الجمله موضوع مضارع، فخد مع المضارع مضارع، لان ده حدث انتهى وله اثر. سوري فور بينج ليت سير، الجمله دي حلوه جدا. انا اسف يا استاذ اني اتاخرت، لو سمحت دعني ادخل. انا كنت في مكان مزدحم. كنت هاد يعني امتلك، وهاف جن يعني ذهب، ووز يعني كان، وهاف بين يعني كان. فانا هطلع دي بره لان انا عايز كنت يا اما دي يا اما دي. هناخد مين؟ عارف ووز معناها ايه؟ كانك بتقول لي يا استاذ سيبني ادخل يا استاذ، اصل امبارح في الماضي بقى، ما هي دي ماضي. انا امبارح كان الطريق زحمه. طب انا مالي امبارح بالنهارده؟ انت جاي لي متاخر النهارده، فتقول لي بقى في المضارع اي هاف بين ان ا فيري باد ترافيك. هتقول يا مستر مش هاف بين ان يعني ذهب الى مكان وعاد؟ هقول لك ياد لا، ما هو مش اي ان هتقابلنا تبقى تبعها. هاف بين يعني كان، وبعدين ان ترافيك يعني في زحام. اي ماي بوكس ان ذا كلاس، كود يو جو اند فيتش ذيم بليز؟ ده طلب. بقول له لو سمحت ممكن تروح تجيب لي الكتب، اصلا انا نسيتها، فاكيد نسيتها النهارده يعني. فاي هاف ليفت، كل دول ماضي والجمله كلها مضارع. يا مستر مش كود ماضي ياد؟ ما هي كود هنا معناها لو سمحت، مش كود بالاستطاعه. هي ماني فيلمز ليتلي، كلمه دل على مضارع تام، يبقى والله هي هازنت سين، عشان ده مضارع تام. سو فار كلمه دل على مضارع تام. ماني سكولز، قال كثير من المدارس. بو ني يت، يبقى هاف بين بيلت. مش هناخد ويل ويل بي بيلت طيب او دي؟ لا، ما هو سو فار حضرتك كلمه دل على مضارع تام. هاف يو نوت ليفد ابرود بيفور، هل سبق لك ان عشت خارج البلاد قبل ذلك؟ هل سبق لك ان عشت مثبت ازاي؟ فنقول له هاف يو ايفر. لكن هاف يو نيفر دي معناها ايه؟ تنفع نقول هاف يو نيفر؟ اه عادي. عايز اقول لواحد هو انت عمرك ما سافرت؟ هقول له هاف يو نيفر ترافلد، يعني انت عمرك ما سافرتش قبل كده خالص يعني ولا ايه؟ زي ما كان في سؤال اللي انا كنت جبته لكم مره قبل كده في شرح القاعده، لما كنت بقول لك وات فود هاف يو نيفر نيفر ايتن، ما الطعام الذي لم تاكله قبل ذلك؟ وات فود هاف يو نيفر ايتن، ايه الاكل اللي عمرك ما اكلته؟ This is the best meal، دي افضل وجبه، اي افضل وجبه انا اكلتها. مع التفضيل يا باشا باخد ايفر، فانت معانا وانت معانا، انت مش معانا انت معانا. طبعا is مضارع، فانا عايز مضارع، يبقى have you ever او have ever had. This is the best meal I have ever had. طب ما خدتش الاولى ليه؟ عشان دي ماضي وجملتنا فيها is مضارع. I to the stadium for ages، for مضارع تام، يبقى I haven't gone اللي هي دي. طيب she any meetings since she came here، منذ جاءت هنا وهي لم تعقد اي اجتماعات. يبقى والله since هنا معناها منذ، انا اطمنت ان معناها منذ، يبقى دي بتاعت المضارع التام، فانا عايز قبلها مضارع تام، يبقى hasn't attended. بص على اللي بعدها كده. My friend a health problem since he lived، منذ عاش في هذا المكان الملوث فهو يعاني، فهناخد has had برضه. ما هو انت عارف since معناها منذ، يبقى قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. انت عمال تقول منذ ليه؟ ما انا عارف انها منذ. لا، ما هو ممكن تبقى كلمه since معناها لان، فنختار بقى ماضي وعادي والدنيا تخرب براحتك. I saw Aiton last week، انا شفت Aiton الاسبوع الشهر الاسبوع اللي فات. انا ما شفتهاش من 2019 لحد امتى يا ابني؟ لحد الاسبوع اللي فات. فالجمله كده كلها ماضي، فناخد هاد انت سين، والجمله دي حلوه جدا جدا. تاني كده، انا بقول لك انا شفت ايتن الاسبوع اللي فات، انا اصلا ما كنتش شفتها من 2019 لحد ما قابلتها الاسبوع اللي فات برضه. طب افرض الراجل في الجمله دي ما جابلكش اي سو ايتن لاست ويك، عارف كان هيبقى الجمله ايه؟ اي هافنت سين ايتن since 2019، معناها انا ما شفتش ايتم من 2019 لحد النهارده. I haven't seen وائل the last time، the last جايب بعدها اسم، خد since على طول. امال امتى ناخد مع فور the last؟ لو جاب لك بعدها ظرف. طب لو جاب لك last وظرف بس، يبقى ناخد since. المفروض انك حافظ دول، since لها اتنين وفور لها واحده. It's مده زمنيه since يا معلم، اديني since. قاعدة لطيفة ظريفة جميلة، وزي ما انت شايف كده مالية الامتحانات. It has been two weeks. ايه has been دي؟ ايوه يا ما انت عارف، ما انا قايل لك في الفيديو بتاع المضارع التام ان لما يكون عندك يا عم it's مدة زمنية، since ماضي بسيط، it's ده عبارة عن it is او it has been. انا قلتها لك وانا واقف على السبورة، اكيد فاكر الفيديو اللي كان الاسبوع ده. فحضرتك هي هنا it has been برضو، فانا عايز برضو since وبعدين ماضي بسيط، فناخد فوند. In the last two years، من الكلمات المخادعة للمضارع التام. In the last two years، through the last two years، so far، احذر الكلمات دي، مضارع تام يا عم.
She not to the market. She will be here. هترجع إن شاء الله قريبا. يعني ذهبت ولم تعد، يبقى has gone. عارف لو قلت لي she has been، راحت ورجعت. After the car not we will. يعني معنى كده إن الجملة دي فيها رابط عايز له مضارع بسيط أو تام، يبقى أنا عايز has و has. هو بعد العربية ما صلحت ولا صلحت؟ أنا عايز صلحت، يبقى مضارع تام مجهول. 66 هانيا all her exams and is going to start a university at university next month. بقول لك هانيا كل امتحاناتها وسوف تبدأ الجامعة الشهر المقبل، يبقى انت هنا عندك مضارع عشان كده هتاخد الناحية دي برضه مضارع. has passed يعني نجحت، طبعا باص يعني ينجح، فعل لحظي ما يجيش مستمر. passes ده مضارع بسيط، ده حقيقة. will be مستمر برضه برماها في الشارع. فانت بتقول هانيا نجحت في الامتحانات وسوف تنضم. طيب I reading the book you recommended so you can talk about it now. تعال بقى ناقشني في الكتاب يا معلم، انا خلصته. فانا قرأته، والجملة مضارع صح؟ had finished بره لان دي معناها ماضي، وهاد التانية برضو لان ده ماضي، وانت بتقول انا خلصت مش انا كنت بخلص، يبقى have finished اللي هي دي. اسمع، بتقول انا خلصت قراءة الكتاب اللي انت اديتهولي، تعال ناقشني. كون الجملة التانية كان قدامك مضارع فانت تتكلم عن مضارع. I the new report since this morning. I will complete them tonight. أنا هخلصهم النهاردة إن شاء الله، يعني أنا لسه مستمر فيهم. يبقى I have been writing. عارف إمتى ما ناخدش have been writing؟ لو قال لك two reports، تقريرين، العدد ممنوع المستمر. 69 I not my classmates for many years now. اسمع، الراجل لما يجيب لك في جملة for ومعاه في نفس الجملة now، قول لنفسك أنا عايز يا باشا أربع كلمات، مضارع تام مستمر بس بشرط. ايه هو بقى؟ ان الفعل ينفع يجي مستمر. فانا افكر بما ان دي مضارع فيها ناو، انا كده كده ناو موجوده فاطلع بره هاد، مفيش هاد خالص في الحوار. هاف نون ولا هاف بن نون؟ انا عارف ان النون ما تجيش مستمر، ارمي في الشارع، والاجابه اصبحت هاف نون. مستر نبيل موريس هيز نيو كار فور 5 مانس ناو. المستر نبيل موريس حد من المؤلفين بتوع الكتاب طبعا، هذه السيارة الجديدة بقاله 5 سنين. أنا عندي فور ومدة زمنية وناو، أنا قلت نفسي مضارع تام مستمر، بس اوعى تنسى تقول لنفسك بشرط. وهو عايز يقول لك يمتلك، ويمتلك ما تجيش مستمر، فاطلعي هافينج انتو هافينج، وعندي ناو فاطلعي بره انتو كمان، انت كمان يا هاد. خلاص يا معلم يبقى هاز هاد، شكرا. 71 هي نوت 3 كابس. انت عارف انا ساعة ما لمحت 3 كابس في الجملة قلت لنفسي يا دي هيثم ما دام عندك عدد انزل على المستمر شيله، انت راجل عاقل ما ينفعش حد يقول لك على الكلام ده. فهاد درانك ولا هاز درانك؟ والله هما الاثنين لحد دلوقتي ينفعوا. since he reached the office this morning. انت بدايه عايز قبل since مضارع، ثانيا this مضارع، فكده كده هناخد مضارع تام هاز درانك. طيب الفيوتشر تنسز بقى اللي كل سنه عامله حرب. she is flying to London next week. her flight والله رايحه لندن الاسبوع المقبل، رحلتها ده ميعاد ثابت، يبقى مضارع بسيط، يبقى takes. على فكره كان ممكن اقول لك takes off او ممكن اشيل off دي واقول لك her flight is at 7. You should see him before you not back to Canada. بقول لك لازم تقابله قبل ما تروح كندا. بص يا مستر انت لسه حالا قايل لي بعد الرابط انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام. مستر مش before دي بيجي بعدها ماضي بسيط؟ اه يا بيبي لما يكون قبلها ماضي خد ماضي بعدها، لكن قبلها مستقبل فما فيش ماضي خلاص كده. will go ولا go؟ انت قايل لي ممنوع ناخد will بعد الرابط، خلاص يا باشا خد go، شكرا. صفيت. He will inform us of the new date after he. ادي عندي رابط عايز بعده مضارع بسيط او مضارع تام، يا اما بسيط يا اما تام، فيا اما نوز يا اما هاز نون. طب ما انا عندي اتنين ماضي ولا مضارع ولا لا، واحده بس اهي نوز، وكان ينفع هاز نون. ازعم يا جدعان، ازعم انك لما فتحتش القواعد طول السنه ومركز فاهم انا بعمل ايه، الف مبروك يا معلم، الدنيا حلوه معاك. طب مستر مش انت قايل لي بيفور ممكن يجي افتر، ممكن يجيب معاها معاها ويل؟ ايوه نجيب ويل قبلها مش بعدها، اللي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام. طيب ادخل على السؤال اللي بعد كده. 75 she to London next Monday. everything is arranged. arranged يعني ترتيبات، ومع الترتيبات مضارع مستمر، يبقى is flying. may can't help you tonight. معلش ماي مش هتعرف تساعدك النهارده، اصل هي هتكون شغاله في مشروعها، يبقى is working اللي هي ده هي. طب ما هي will be working تنفع، اه بس دي مش will، دي want يا بيبي، دي لو will كنا خدناها. هيبقى معناها ايه بقى؟ احنا خدنا is working بمعنى مش هتعرف تساعدك لانها مرتبه تشتغل، كان ممكن ناخد will be working بمعنى هتكون شغاله.
79 I hire a car to travel around London. This is my intention. قالت intention مع intend ناخد going to يبقى I'm going to hire. He and I doctor when he finishes his graduate studies. This is his plan. يبقى going to على طول من غير ما تفكر. Plan يبقى going to. Intend do plan و decide. He is using his mobile while driving. هو بيستخدم موبايله ساعة وهو راكب العربية وماشي بيها ازاي؟ شايف هيعمل حادثة. ايه اللي عرفك انه هيعمل حادثة؟ ما هو بيستخدم الموبايل ساعة العربية ما هي ماشية. يبقى ده تنبؤ مبني على دليل يبقى is going to have. The employee not the office until he has taken permission. انت عندك رابط وبعده مضارع تام فانت عايز قبله مضارع بسيط او مستقبل او امر. فاطلعي بره يا ماضي اطلعي بره يا ماضي بقي معايا isn't left ده مضارع بسيط مبني مجهول وwon't leave الاثنين ينفعوا. الترجمه كده الموظف سوف لا يغادر لكن ديت لا يترك. I you my calculator after I have done this sum. والله افتر بعدها مضارع تام فانا عايز قبلها برضه مضارع بسيط او مستقبل او امر. فانا ممكن اخد lend ممكن اخد lend مضارع بسيط. انت قلت لي عايز مضارع بسيط ينفع lend وينفع مستقبل ومفيش امر لان الفعل موجود. طب اترجم عربي كده لان في اتنين ينفعوا. بيقول لك بعد ما اخلص حل المساله انا سوف اسلف يبقى will lend المعنى عايز سوف. don't worry لا تقلق. I am sure them again والله I am sure ده عايز will يبقى you will see واصلا كده كده see ما تجيش مستمر لو معناها يرى. My uncle promises he meet me at home. والله promise مضارع عايز will يبقى ناخد will. طب لو قال لك promised يبقى كنا خدنا would. In my opinion the population of Egypt by 20% next year. والله يا معلم انت قلت لي in my opinion يعني دي هبدا والهبدات معاها will على طول. غير كده ان كلمه in my opinion و I think و I believe و I suppose و probably الناس دي كلها كده عايزه will يبقى will increase رقم دي. I 18 جمله امتحانات الثانويه العامه كل سنه هيكون عندي 18 سنه مواليد يعني حقيقه تاخد ويل والماستر. وي هاف ران اوت اوف شوك خلصنا سكر. فتروح تقول انت قلت له هاجي هنزل الماركت اجيب يبقى ده اسمه قرار سريع فناخد ويل جو ده قرار سريع. عارف لو قال لك اي نو ما كنتش هتقول اي ويل هتبقى ساعتها جوينج تو على طول. اي نو اي ام جوينج تو جو تو ذا ماركت. طبعا بي كيرفول اور اسمع بي كيرفول دي لفظ التحذير عايز جوينج تو بس لما يكون عندك اور اي اور تقابلها من غير ما تفكر خد ويل والماستر يبقى بي كيرفول اور يو ويل فول ولا ويل بي فولد سوف تسخر ولا يسخر منك ويل بي فولد يعني ستنخدع يعني ستخدع. طيب لو شلنا اور ناخد جوينج تو على طول وي هوب هي والماستر ويل وين. طيب ماذر نوت ذا هاوس ورك بتوين 10 ام اند 2 بي ام تومورو بكره من 10 لحد الساعه 2 امي هتكون شغاله في البيت يبقى ويل بي دوينج حدث مستمر في المستقبل. Don't visit me tomorrow morning بعد اذنك ما تزورنيش بكره الصبح اصل انا هكون بعمل يبقى will be attending هكون شغال هكون مستمر في الميتنج ما تجيش. طيب for طبعا ما خدناش going تقول ان ده مستقبل مستمر. For the next year طول السنه الجايه ان شاء الله احمد هيكون شغال في المشروع الهندسي بتاعه طول السنه هيكون شغال يبقى will be working. I can't travel at 9 معلش مش هينفع اسافر بكره الساعه 9 اصل انا هكون بعمل اجتماع يبقى will be having ازاي مش مستمر لا يا باشا ما دام دي مش معناها يمتلك هاتها مستمر. We all our exams by next week لما تلاقي باي بعدها مستقبل خد مستقبل تاني يبقى will have finished والمعنى بالعربي احنا هنكون خلصنا قبل نهايه الاسبوع. By next year قبل نهايه العام المقبل الحكومه 10 new hospital هتكون قد فتحت يبقى will have opened. في حاله كده ممكن will ما يجيش معاها تام بس دي مش مطلوبه دلوقتي لما تقابلنا هشرحها. I haven't seen my cousin in England for 5 years. انا ما شفتش ابن عمي في انجلترا بقالي 5 سنين. انا متاكد ان هو هيكبر ولا زمانه كبر؟ زمانه كبر يبقى will have grown اللي هي دي. هيكون قد كبر. عارف لو قلت لي will grow يعني هيكبر ساعه ما يشوفني. عفريت انت بقى. Don't worry لا تقلق. Your phone by tomorrow morning حضرتك قبل بكرة الصبح التليفون هيكون قد صلح. Will have been fixed. طب ما في will have اهي ما هو دي معناها هيكون صلح. التليفون هيكون صلح ولا هيكون صلح؟ طيب you show your passport when you travel abroad
عندما تسافر خارج البلاد يجب أن تظهر جواز سفرك، يجب أن عندك should تنفع، must have عايزة past participle، طبعا should تنفع لأن بعدها مصدر يعني، may تنفع عشان بعدها مصدر، have to بعدها مصدر. هو أنت لما تكون مسافر وترينا جواز سفرك ده براحتك ولا إلزام خارجي؟ ده غصب عنك حضرتك، إلزام خارجي فهاف تو. I phone my parents to tell them I'm going to be late. أنا لازم أكلم أبويا أقول له إن هتأخر هينفخني، يبقى I must. طب مش هاف تو ليه؟ ما هي مش في الاختيارات يا ابني، تفكر فيها وتتعب أعصابك ليه؟ الله يهديك. نيد عايزة تو. You go to the bank I can lend you some money. يا عم أنا هسلفك فلوس مش لازم تروح البنك. طب لو هو راح في مشكلة؟ يعني هو لو راح قال لك لا يا عم أنا مش عايز فلوس وهروح أستلف، في مشكلة؟ لا. mustn't مش هناخدها لأن mustn't معناها لو عملت في مشكلة هتحصل. إذا الإجابة you don't have to. طب ماشي، ما هي don't have to بتساوي needn't. أه فعلا. طب ما خدناش دي ليه؟ ما هو أنت لسه قايل يا ناصح بنفسك needn't، دي needn't to، مفيش حاجة اسمها needn't to. لكن في don't need to. My flat أو my flat is tidy، شقتي نظيفة. I bother myself to get it clean today، الشقة نظيفة فأنا مش هتعب نفسي النهاردة وأنضفها. طب لو أنت تعبت نفسك ونضفتها إيه النظيف ده يا جدعان؟ ألف مبروك، الشقة نظفت أكتر، مفيش مشكلة عندنا، فمش هناخد mustn't، يبقى needn't أو don't have to. لأنك أنت لو خدت must معناها ممنوع تنضفها. We finish the project by Friday or we will lose the client، هنخسر الزبون لو ما خلصناش، يعني احنا لازم نخلص، يعني الزام، يبقى must. Riders of motorcycles، قائدي الدراجات النارية، wear helmets، لازم يلبسوا خوذة، يبقى must. حضرتك ده نص القانون، لو في have to في الاختيارات ما كناش خدناها. The meal was for free today، for free today، يا ابني الوجبة كانت ببلاش، الوجبة كانت ببلاش، انت كلتها بالفعل. You for it you should have saved your money، انت كان مفروض توفر فلوسك، انت ما وفرتهاش، يبقى you needn't have paid. طب ليه ما ناخدش يا مستر didn't have to pay؟ هقول لك انا باختصار شديد ولطيف، اللي هي رقم ايه؟ didn't need to معناها المفروض ما كنتش تدفع، وحضرتك ما دفعتش، فانت مش غلطان، انت كده برفع عليك. لكن رقم سي معناها المفروض ما كنتش تدفع لكنك دفعت. الله يسامحك يا شيخ، معناها كده. طيب فانا في الجمله هنا بقول لك ان الوجبه كانت ببلاش، انت المفروض ما كنتش تدفع، انت المفروض كنت وفرت فلوسك، يعني انت صرفت فلوسك فعلا. I walk home yesterday as I lost my wallet او my money، انا ضيعت فلوسي فانا مشيت امبارح، اضطريت امشي، يبقى had to. طبعا دي معناها منفي ودي معناها منفي بره اللعبه. وماست مضارع الماضي منها had to. She needn't والمصدر يا اما باي بره، وانت طبعا دي بايز طبعا، وتو بره، وباي معانا، وتو بره، خلاص يبقى باي. شكرا. وما انت تقرا ليه يا مستر لما انت عارف؟ انا كان ممكن يقول لك نيد انت هاف تصريف ثالث لو ماضي. You apologize to your friend when you do something unpleasant، عندما تفعل شيئا غير مفرح لزميلك فانت يجب ان تعتذر. You should خلي عندك دم او اوت بس عايزه تو. They missed the bus، فاتهم الباص. They at the station earlier يعني بدري، هم فاتهم الباص. زي must have arrived يعني اكيد وصلوا بدري، لا. ولا shouldn't have arrived يعني كان مفروض لا يصلوا بدري، ولا might have ربما وصلوا بدري، ولا should have arrived كان يجب ان يصلوا بدري، كان يجب ان هو يصل بدري. I shouldn't have repeated that mistake، انا المفروض ما كنتش اكرر الخطأ ده تاني، ده معناها اني انا كررت الخطأ، repeated it فعلا. وبمناسبة تانية برضو كان جايب جملة زيها I regret repeating it، ندمان كررت. The cup is empty، مستر حسن drunk his orange juice، الكوباية بالصلاة على النبي فاضية. حلو، معنى كده ان مستر حسن اكيد شرب، يعني must have drunk، must have الاولى drunk، عارف لو قلت لي must have been drunk معناها اكيد شرب، can't have يعني اكيد مش، can't be يعني اكيد لا يكون، ولو هنجيب بعدها فعل هيكون مضاف له ing. It very windy during the night. There are leaves all over the ground. الأرض كلها ورق شجر. يبقى الدنيا أكيد كانت عاصفة. يعني must have been. must be دي أكيد تكون مضارع. وكانت have been أكيد ما كانش فيه عاصفة. أمال ورق الشجر ده حد يعني فضى قدام بيتكم شوية. You the door. It was open when I got home. يا ابني أنا لما روحت الباب كان مقفول. أنت أكيد مش قفلت الباب. أكيد مش يعني كانت have تصريف ثالث.
اللي هي دي. وبمناسبة وانت عارف ينفع couldn't have looked، ما هو كانت وcouldn't زي بعض. I can't remember where I had left my mobile phone. I'm not sure I it at home. بقولك انا مش قادر افتكر انا سبت موبايلي فين، انا مش متأكد، ربما انني تركته بالمنزل. يبقى might have left. احذركم من دي. خد بالك لو انت قلت لي I am sure he وجبت بعدها isn't didn't كده، حضرتك عارف ان انت كده عايز can't. او لو انت قلت لي I am not sure he is مثلا او كده، حضرتك كده عايز may و might و could. دي معناها انا مش متأكد، يعني احتمال، لكن دي انا معناها انا متأكد انه مش متأكد. متأكد يعني must لو ايجابي وكانت لو نفي. المهم في 17 يا صديقي الغالي، winning the first prize last year. Oh علي very happy. الفوز بالجائزة الأسبوع اللي فات أكيد جعل، أكيد أكيد، يبقى must have made. مفيش حاجة في الاستنباط اسمها mustn't. The watch have cost a lot of money. It's made of plastic. ساعة مصنوعة من البلاستيك. يعني معنى كده إن هي أكيد كلفت ولا أكيد مش كلفت؟ أكيد مش كلفت فلوس كتيرة. بالمناسبة كانت وينفع couldn't have bust participle. That watch مصنوعة من الجولد، يعني أكيد كلفت، ف must have cost. They left 2 hours ago. فاتوا أو غادروا منذ ساعتين. So they arrived by now. It's no far أو it's not far. المكان مش بعيد، حلو؟ وهم مشيوا بقى لهم ساعتين، يعني هم أكيد وصلوا، يبقى must have arrived اللي هي دي. المكان مش بعيد وهم ماشيين من ساعتين، فأكيد وصلوا. He left his glasses at school yesterday. هو ساب نظارته في المدرسة امبارح. أتمنى إن حد يلاقيها. أتمنى، يعني مش متأكد، يبقى might have found them. وهو قال them ليه؟ أصل glasses النظارة عينين حضرتك. I traveled by train. اسمع بقى عشان دي بتلخبطكم. أنا سافرت بالقطار. أنا كان ممكن أسافر بالسيارة. يبقى could have traveled. و could have traveled دي بتحتمل معنيين. could have والتصريف الثالث لها معنيين. معناها ربما انه فعل، وفي الحالة دي كده هتساوي مي وتساوي مايت، هما الاثنين. ومعناها كمان كان ممكن يعمل شيء معين لكنه عمل شيء اخر. لو القاعدة دي ملخبطة عندك، اي قاعدة في حياتك ملخبطة، اكتب لي في الوصف وانا اجيبها لك. المهم I traveled by، انا سافرت بالقطار لكني كان المفروض اسافر بالسيارة، او كان ممكن اسافر بالسيارة، سوري. طيب it have been، طب ارجع كده معلش تاني كده، هو انا في الجملة رقم 22 لو في الاختيارات should have traveled ينفع؟ انا سافرت بالقطار لكن كان يجب ان اسافر بالسيارة عادي. it have been cold there. there is snow بقول لك في جليد في الصورة، يعني الدنيا اكيد كانت برد، يبقى must. I regret arriving late. ندمان ان انا وصلت متأخر. ايه الاحتمالات اللي تيجي هنا يا معلم؟ انت بتقول ندمان ان انا وصلت متأخر، يعني كان مفروض اوصل بدري، فتبقى ايه بقى؟ كان مفروض، يعني should have arrived earlier، تمام، او في الوقت المحدد يعني. وممكن نقول اكيد ما وصلتش، اكيد ما وصلتش تنفع، اكيد ما وصلتش في الوقت المحدد، عشان كده ادمان. المهم انا هدور على should have come او كان ينفع ought to have come. ايه من دول doesn't express regret، ما بتعبرش، مش بتعبر عن الندم. I should have revised well for the exam. كان مفروض اراجع للامتحان. كان مفروض، يعني ندم. I'm sorry for not revising well. انا اسف اني ما راجعتش، ندم اهي. I regret not revising. ندمان ان انا ما راجعتش والله، ندم اهي. لكن هنا should revise، should والمصدر دي حضرتك بتعبر عن الادفايس، النصيحة. You could do this task with your friend if you wish. انت ممكن تعمل الشغلانة دي مع صاحبك لو انت حابب. ده بيعبر عن لو انت حابب، يعني لو انت حابب اقتراحه يبقى suggestion. دي مش قدرة ولا blame لوم ولا refusal، ده بقولك لو انت عايز اعمل عادي براحتك، يبقى suggestion. I really must buy my mother a present on her birthday. لازم اشتري هدية الام في عيد ميلادها. ده بيعبر عن نقص الضرورة ولا regret ندم ولا القدرة ولا inner feeling شعور داخلي. انا حاسس ان المفروض انك تشتري هدية لامك، يعني شعور داخلي. I needn't have both.
بريد، ده معناها ان اي ريجريت لسه كنت بقول عليها فوق، ريجريت باينج، ريجريت باينج بريد، بقول لك ايه انا المفروض ما كنتش اشتري، معنى كده ان انا ندمان اني اشتريت، ده معناها ان اي بوت برضه معناها اني اشتريت بالفعل وندمان على ذلك. طيب الفريزال فيربس، A brilliant worker has not a great idea. Idea يا معلم come up with develop، يخرب بيت كده ما كنتش حفظتهم، come up with develop brainstorm، عندك come up with 2022 دي يا حاج فين؟ 23 اعتقد 22. المهم the store always takes not extra sales assistance. بص take off دي معناها يوقف عن العمل يعني يخلع من العمل. طب take on معناها معناها يوظف عمال جدد ومعناها يتولى عملا جديدا، فهنا المحل بيوظف عمال في الكريسماس. التيتشر جيف نوت ذا اكزام بيبر، المدرس وزع ورق الامتحان. تعال بقى معايا كده عشان جيف هتقول لي جيف اب عشان تحفظها، عايز تركز معايا كده اكتب لك على هنا. جيف اب معناها يقلع او يستسلم يتوقف عن. عندك يا معلم احنا قلنا خلاص جيف ان دي معناها يوزع، طب جيف اوت معناها يستسلم زي جيف اب، طب جيف اواي معناها يوزع برضو بس على سبيل الهديه. عشان كده لما جه في جمله مثلا اقول لك على فكره دي مطلوبه منك لانها تراكميه، دي في حاجه احنا كلناها فوق مش مشكله هنرجع لها. حلو ان احنا جينا الحته دي. لما اقول مام مام امي اسكت مي مي تو جيف اول ماي اولد مثلا تويز نوت ان ولا مش عارف ايه كده، فهناخدها اواي بمعنى ايه اني اوزعهم على الناس كهدايا. هنكمل بقى اللي احنا بدأنا فيها الفريزر فيربس ونرجع للجزئيه دي، معلش عذرا على الفوتان ده. She still thinks about where to spend her holiday. She can't not her mind. Make up her mind يعني يقرر. امال ايه make up for يعني يعوض اخت كومبنسيت يا معلم. خد بالك make up your mind قرر، وانا قلت لك قبل كده mind والله قلناها قبل كده. في فعلين مع mind. قلت لك make up mind و change mind. change mind يعني يغير رأيه. دي معناها يغير رأيه. My youngest son enjoys not stories. يختلق بيألف قصص يبقى making up stories. make up story او ممكن ناخد كلمة spin من المنهج. بالله العظيم ما بعدي ملحوظة غير لما اقولها لك. يا بخت اللي بسمع. والله يا ابني يا بخت اللي بسمع. انت كده بتراجع بما يرضي الله. مش بشكر في نفسي يعني. كده يعني. 43 The factory gives a lot of smoke causing pollution. المصنع بينجم عنه الدخان الذي يسبب التلوث. كلمة ينتج عنه أو يسبب دي اسمها اوف. give اوف معناها ينتج عنه. to produce من الآخر يعني عشان لو جات لك في قطعة ولا حاجة فاحفظها. The factory gives off يعني المصنع بينتج عنه الكثير من الأدخان. طبعا احنا قلنا الباقيين دول. After my sister and had graduated she looked a job. بعد ما اختي تخرجت بحثت عن وظيفه. ابحث عن اسمها look for اهي اخت search for، لكن look after يعتني بيه. look after بتساوي take care of او بتساوي كلمه care لوحديها for او care about. عشان كده you should look after your sister take care of your sister you should care for your sister. يعني care تاخد off مع take لوحدها تاخد for about. before entering your flat قبل ما تخش الشقه take not your shoes اخلع يا ابني جزمتك اسمها take off اللي هي دي. طيب وهنا بقى عايزك تفهم حته take off دي اولا معناها يقلع تقلع الطائره، رقم اثنين معناها يقلد شخص، رقم ثلاثه معناها يزدهر. المثال اللي كنت قلته لك محمد صلاح's career took off after he played for Liverpool دي take off معناها يخلع ملابسه. طيب take off برضو معناها يخلع شخص من الوظيفه لكن يستغنى عن موظف يعني. تيك اون معناها يتولى عملا جديدا. طيب 46 46 I will take a week off work to look. طبعا تيك اوف هنا معناها خد اجازه يعني هياخد اسبوع اجازه من العمل. to look not my father لكي يعتني بابيه يبقى look after. I will pick her pick off يلتقط شخصا بالسياره لا pick up sorry 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 pick up يلتقط شخصا بالسياره، حتى في عربيه اسمها pick up. I had to run to not up with. أنا لازم أجري علشان أسايرهم يبقى catch up with them. إخواتها التانيين catch up with. أكتب لك منهم بس كوب with عشان أنت هتلخبط فيها أكيد هتقولي كوب up with. كوب with من غير up. catch up with. keep up with. keep pace with. قلتهم كلهم في أول فيديو.
don't forget to turn on the light before، قبل ما تنام ما تنساش تطفي النور، يبقى turn off وينفع switch off. secretary called not the meeting as the manager was seriously ill. السكرتير كول اوف يعني كانسلد، اللي كانت في امتحان احنا حليناه قريب، اللي كانت تقريبا الامتحان الميني تيست الخامس من امتحانات ايه ال 105 اعتقد يعني. المهم السكرتيري كولد اوف يعني دي يعني كانسلد، لغى الاجتماع. this is معلش هرجع كده، كول اون دي عشان كانت قبل كده عندنا مش عارف قابلتنا في القصه او في ايه، كول اوف كول اون معناها يزور، كانت في قصه باين. المهم this is a difficult word، انها كلمه صعبه. I know why don't you، لما لا تبحث عنها في القاموس، يبقى look it up اللي هي دي. احنا متفقين بمبدا يعني مش تماما كله صح، ان لما يكون المفعول عباره عن ضمير هنجيبه في النص، switch it off look it up وهكذا. while طبعا هنرجع الاول معلش عشان ما ننساش على الشويه اللي في الاول دول من على السجستشنز وكده. I'm hot today how about، عايزه بعدها اي ان جي او اسم طبعا، يبقى how about going. why don't you والفعل في المصدر، لكن انا عارف ان في حاجه اسمها why not والمصدر على طول. why don't you complain او why not complain. I do the washing، وده سؤال طبعا، let's بره، ما ينفعش اقول لك شال وي وبعد الوي نقول اي، فارميها برضو بره. why don't I، لما لا اقوم بالغسيل، لكن what about عايز اي ان جي. start فعل في المصدر، how about اطلعي بره لانك عايز اي ان جي. let's جمله عايزه مصدر بس جمله خبريه وانا عندي سؤال. have you tried to والمصدر ارمي كده بره، يبقى why don't you start او why not start. spending ماشي، يبقى you could بره لانك عايزه مصدر. why don't you عايزه مصدر. let's عايزه مصدر، يبقى have you considered وينفع have you thought of و have you thought about. 34 يا معلم، consult your dictionary or ask your teacher for help. يعني خد بالك قال لك or ask، طبعا انا قلت له طبعا دي جمله في الاخر نقطه، يعني كده كده انا عايز جمله خبريه، فهو about اطلعي بره، what about اطلعي بره. have you tried to consult برضه تنفع، بس ده جمله سؤال وانا عندي نقطه عشان جمله خبريه، يبقى you could. كمان لو خدت دي هعمل عند سفان في الاخر برضه. هبه بتقول let's go to the library، this means that هبه، هبه بتقول هيا نذهب للمكتبه، ده معناها انها بتقترح، يبقى suggests going. have you considered عايزه بعدها اي ان جي على طول، يبقى writing. او have you thought of او about writing. let's go shopping، يلا نروح التسوق. sentence is a kind of suggestion يا معلم، نوع من الاقتراح. الجمل دي خلصت الحمد لله. ندخل على الverb patterns with gerund وinfinitive. while the policeman was on duty he saw a thief trying to المصدر to get into اللي هي دي to get into the bank. بص يا معلم، try to معناها يحاول جاهدا ان يفعل شيئا، طب try getting معناها يجرب، هو الحرامي هيجرب دخول البنك؟ لا، ده هو بيحاول جاهدا انه يفتح البنك عشان في قرشين كده هو محتاجهم. طيب بعد كده 53 يا حاج، we regret not that flight number 338 will be delayed. يؤسفنا ان نعلن ان الرحله، يبقى to announce. ما هو انت عارف ان لما اقول يؤسفني اني اعمل، لسه هعمل، يبقى ناخد to الماستر. عارف لو خدنا اي ان جي يبقى كده يؤسفنا يعني ندمانين ان احنا اعلنا. don't forget ينفع اي ان جي وينفع to الماستر. forget to طيب معناها ما تنساش تبقى تكتب، لكن لو خدنا typing ما تنساش انك كتبت بالفعل. before قبل ما تنام ما تنساش تبقى تكتب، يبقى to type. although he is diabetic برغم انه عنده سكر، he can't help can't help can't stand can't help can't stand no good. الناس دي كلها ing eating على طول. can't help can't stand can't stop، احفظ الثلاث كانتات دول ing. هبه suggested ing getting. we hope to والمصدر اهي، في حاجه غير كده لا، يبقى to meet. محمد صلاح in England. my sister hates hate و love و like، الناس دي كلها تو المصدر او اي ان جي، انا عندي هنا اي ان جي. ذا ليز ستودنت ادميتد، ادميت يا باشا ثلاث حاجات، اي ان جي او تو واي ان جي او ذات وجمله سليمه. حلو كده، انا عندي هنا ليفنج اهي، وكان ينفع تو ليفنج وذات شي ليفت او ذات هي ليفت، وينفع شي طبعا لان ستودنت مش معروف هو ولد ولا بنت، ومعنى كده اصلا ذا ليز ستودنت ادميتد admitted leaving المفروض تبقى زير عشان احنا مش عارفين ولد ولا بنت، بس اللي كتب الجمله عارف انه ولد فكتبها هيز يعني. I still remember، والله remember دي حاجه من اتنين، يا اما اي ان جي يا اما تو الماستر. تو فيزيت يعني ان ازور، ده معلوم. being visited ده كده مجهول.
فيزيت ما ينفعش خالص فيزيتنج معلوم. لو انا قلت لك I still remember to visit ما زلت اتذكر ان ازور، ان شاء الله هزور يعني. I still remember being visited انا ما زلت اتذكر انني تم زيارتي، انني تم زيارتي. انا اللي اتزرت، انا كده مجهول. او visiting اني انا زرت حد. شوف بقى انا ما زلت اتذكر اسكندريه عندما انني زرت، يبقى visiting. انا عايز واحده كده فيها being visited، هتقول له I still remember being visited by my friend، انني تم زيارتي بواسطه صديقي. The naughty boy الولد المشاغب promised the school principal well in class، الولد وعد المدير ان يسلك، ان يسلك يبقى to behave. On my way to the station في طريقي للمحطة I stopped توقفت to ask يعني لكي اسأل، وال asking يعني بطل تسأل. وانا رايح المدرسة في الطريق او رايح المحطة في الطريق انا توقفت لكي اسأل عن فاطمة. In 1954 the government decide tool master مش محتاجة افتكاسات، we expect tool master to pass اهي نتوقع ان نجتاز الامتحان هذا العام. although the question was easy he refused tool master to answer. I really not two people using، خد بالك من اللقطة الصايعة شويتين تلاتة اربعة دي، اسمع كده to using. هو هنا مديني to والفعل مضاف له ing، يبقى هتقول I really object to people using. الجملة أصلا كانت تبقى I really reject sorry I really object to using mobile phones by people، فهو عملها بمنظر ده. refuse to المصدر، disapprove of و ing، hate to المصدر. طيب عشان كده الراجل لما يسألك سؤال يظنه خربوشا وتطلع أنت أكثر خربشة منه وضوافرك أطول من ضوافره، وروح سألك والسؤال ده أنا قلت لك قبل كده مرة والله العظيم what is the reason for not this house. ماشي دي جملة. الجملة التانية what is the reason for this house وبعدين نقط. يا ترى هنقول يا معلم building ولا being built. انا اصلا يا مستر بحل الجملة بالترجمة عشان اعرف وعايز اقول ايه. what is the reason for، ما السبب في ان، في نقط هذا المنزل، في بناء هذا المنزل، يبقى بناء يبقى معلوم يبقى building building. عارف اللي اكد لك التانية ما السبب في ان هذا المنزل بني. انت هنا عايزها مجهول يبقى هتقول لي هنا كده being built. انا عايز اوصل لك فكرة ان مش لازم حرف الجر يلزق في الفعل عشان نضيف له ان جي، عادي يعني ما دام عايد عليه خلاص يا معلم. طيب اللي بعد كده 67 it is no use well it's no use not we have missed the train، ليس هناك فائدة من، it's no use it's no good. انا هقول لك حاجات تاني كده it's no use it's no good I can't stop I can't stand I can't help. الناس دي كلهم بعدهم ing يبقى hurrying. he stopped not stopped smoking يعني بطل تدخين، to smoke لكي يدخن، a long time ago بطل تدخين من زمن طويل. انا عارفك هتعجن كام استوبايه في بعض، فانا عايز الفت انتباه سيادتك يا جميل لهذا الامر. لو انت قلت لي I can't stop not I love it، يا ترى هنقول to smoke ولا smoking ولا هما الاثنين؟ انت بتقول انا لا استطيع ان اقاوم التدخين فتاخد ING، ولا استطيع ان اتوقف عن التدخين ابطل فتاخد ING برضه. طيب I can't stop not the car the bike مثلا الدراجة is running fast. هنا بقول لك ايه، انا مش هعرف اتوقف لكي اتكلم اليكم، يبقى stop to talk مثلا. حتة تالتة بقى عشان عايز can't stop التالتة، يعني عشان عايز افهمك ان ممكن التالتة يجي can't stop مش ساعة ما تنتش لي can't stop ING ومستر ايه. انا ممكن اقول لك I can't stop not news papers I feel happy when I do it. هنا مش عارف يقاوم قراءة الجرايد فانت هتاخد الفعل مضاف له ING I can't stop reading newspapers. ارجع كده بقى عشان طولنا قوي في الفيديو، انا عارف ان انت زهقت بس انت بتذاكر يا ابني والله العظيم كده. She often avoid ING يا إما speaking يا إما being spoken لو مجهول. She promised to the master to phone مش promised عايزة would، أيوة لما يكون في فاعل فكر في would.
طب the manager doesn't permit not in. permit زي allow. لما يكون معاها مفعول خد to الماستر. طب من غير مفعول خد ing. وانا ما عنديش مفعول يبقى smoking. طب لو قال لك the manager doesn't permit us يبقى to smoke. I don't think the film is worth ing. على طول worth seeing. طب مش ممكن اقول to be seen وهي كده مجهول؟ هقول لك يا ابني لا، worth ing على طول معناها انا لا اعتقد ان الفيلم يستحق المشاهده. He denied deny ing being at the scene of the crime. The heavy rain forced me. force مفعول to المصدر. He very ill كونه مريضا. لكونه مريضا يبقى ناخد being. روح لامتحان 2023 انا شارح الجمله دي بكل ما لها وما عليها ومفصلاتها يعني. His own company he took on many workers. بعد ان انتهى بعد ان سوري بعد ان اسس هقول للمره 9,324,000. لو بدأنا الجملة بالفعل مضاف له ING فأنت بتترجمها على أنها مبنية للمعلوم. طب لو بدأنا الجملة بالباست بارتيسيبل فأنت بتترجمها أنها مجهول. طب ما تيجي نشوف كده، أنت بتقول بعد أن بنى أسس معلوم يبقى أنا عايز ING يبقى فاوندنج. طب ماشي، ما هو في فايندنج. فايندنج معناها بعد أن وجد. فأنا ممكن أقول لك فايندنج ماي موبايل أي كولد علي. Your suggestion appear to مباشرة. to المصدر طبعا فهي to be logical انه منطقي. على فكرة ممكن ما اكتبش حاجة اقول لك appears logical يبدو منطقيا. I prefer ing to ing يبقى to watching. خد بالك خد بالك عشان ما تعجنش الدنيا. prefer I prefer to والمصدر وتسكت. او prefer ing to ing او انك انت تقول would prefer to المصدر غصب عن عين حضرتك. عايز اقول لك انا بحب المذاكره يبقى I prefer to study. I would prefer to study. طب محب المذاكره اكتر من الاكل، انت كده حاجتين اتنين عندك اهم، فتقول I prefer studying to eating. وده اللي حصل في الجمله هنا ing to ing. اللي بعد كده الراجل مكتر جمل عشان هم ازمنه الترم كامل. I got a plumber. بص بقى كده حوار السببيه دي، لو انت هتجيب جت عشان نبقى متفقين هنجيب بعدها اللي هيعمل فناخد تو والمصدر، هناخد هاف اللي هيتعمل فناخد سوري عايز اللي هيعمل الاول برضه عشان يبقى احنا كتبناهم جنب بعض كده. احنا قلنا جت اللي هيعمل تو والمصدر. طب لو خدنا هاف وبرضه اللي هيعمل فناخد مصدر مباشره. طب لو سواء هي هاف او جت وهنجيب بعدهم اللي هيتعمل، شايف الكام سنه دول هيتعمل، ناخد باست بارتيسيبل. انا هترجم والله لو معلوم هفكر في الناس دي، مجهول تصريف تالت والسلام عليكم. I got a plumber. plumber ده اللي هو السباك اكيد هيصلح، يبقى جت اللي هيعمل خد لي تو الماستر. طب عادل نوت هي ميد ات هيم سيلف، عملها بنفسه يعني مش سببيه يعني. هاز هيز دينر، ما هو لو انت قلت لي هاز هيز دينر معنى كده ان هو جعل شخصا يفعل له الشيء. وهنا برضه هاز وهيز دينر برضه جعل شخصا يفعل الشيء. كوكس معناها بيطبخ بنفسه، وكوكد معناها برضه بنفسه، بس الجمله دي ماضي يا ابني فناخد كوكد هيز دينر. اي ووز ميد ميك مفعول مصدر، لكن لو مجهول بي ميد تو المصدر. تو دو انا جعلت اجبرت ان اقوم بالواجب ثانيه. غيرز ماذر فورسد هير تو المصدر يبقى تو تايلي. فورس تو المصدر. ذا بوس جوت اللي جايب بعد جت الموظفين دول هيعملوا ولا هيتعاملوا؟ لا ده هم اللي هيشتغلوا يبقى تو المصدر. تو ورك. ويت زير اند اي ويل نوت سم وان تو المصدر. ما دام تو يبقى جت. جت سم وان تو. دو يو يوجوالي جت، اسمع بقى اللقطه دي كده، جت يور روم هو غرفتك دي هترتب ولا ترتب؟ لا ترتب، مجهول يبقى باست بارتيسيبل كليند. ماي ماذر هاز مي جعلتني، هو انا هعمل التسوق ولا هيتعمل؟ انا لا هتعمل التسوق، انا هعمل. يبقى كده جايب بعد هاز اللي هيعمل خد مصدر على طول يا باشا. ولو دي جت كنا خدنا تو. دينا نوت لاست ويك يبقى ماضي فطلعي بره هاز وطلعي بره جتس. هاد هير هاوس ديكوريتد يعني هاد المنزل ده اللي هو هيتزين، والتصنيف الثالث يبقى دي مظبوطه. طب هنا جوت المنزل تو، لا حضرتك ما دام جبت لي بعد جت اللي هيتعمل عايز تصريف ثالث فدي بره، يبقى الاجابه الصح رقم بي. طيب بعد كده رقم 88. You must have the curtains ايه؟ يجب عليك انك تجعل الستائر تنظف. استنى كده، هو بعد هاف جايب لي كيرتنز اللي هتتعمل يبقى مجهول.
have you ever not someone too clean؟ يبقى انا عايز get. got اهي. وخدنا got عشان have وتصريف التالت. peeling onions always makes her make مفعول مصدر يبقى cry. تقشير البصل يعني. she got the curtains yesterday. والله get جاب اللي هيتعمل، انا عايز تصريف تالت. she hasn't had her knives had. ولا السكاكين دي هتتسن، يبقى انا عايز تصريف تالت يبقى sharpened. والله قاعده ما محتاجه ان هو يخصص لها جزء في المنهج صراحه يعني. التيتشر ميك مفعول مصدر يبقى كلين اللي هي رقم سي، رقم بي سوري. زي نيفر ستوب نوت اباوت، ما ببطلوش، يبطل يبطل يتوقف عن، يبقى توكينج. اي ماست جيت ذا كيرتنز، ما قلنا تصريف ثالث يا عم، كليند. ماي كار بروك داون اجين، العربيه اتعطلت تاني. اي ويل نوت ا ميكانيك وبعدين تو، يبقى انت عايز جيت ما دام عندك اللي هيعمل وبعدين تو، يبقى تاخد جيت. You shouldn't have told our secret to آية، المفروض ما كنتش تقول لآية على السر. let you let me، انت خذلتني الله يسامحك، يبقى let me down معناها خذلا. at first he insisted on his opinion but I managed to him to change. عندك to، قال لو مفعول to المصدر، هفكر فيها، وget to المصدر، make مفعول مصدر، ولت مصدر. انت بتقول في البداية كان مصمم على رأيه بس انا جعلته يغير رأيه، مش هتقولي سمحت له يغير رأيه، ده معناه انه كان عايز يغير رأيه وانت ما رضيتش. I let my friend use my mobile phone، سمحت لصديقي ان يستخدم هاتفي، ده معناها ان I not them to use it، انت بتقول سمحت جعلت، هل ده suggested ولا اجبرت ولا allowed؟ ما هو let to allow اصلا واحد، وميك عايزه مصدر مش تو. My mother was busy so she got lunch، اللي هيتعمل يبقى تصريف ثالث ميد. اوعى تضحك على نفسك وتقول got بعدها تو فناخد تو بي تصريف ثالث، اوعى تعملها الله يبارك لك، السببيه في ذاتها مجهول. I got him to change his mind، جعلته يغير رايه، ده معناها ان I hoped him او hoped he would ولا persuaded him to. got him معناها اقنعته، يبقى persuaded اقنعته. by this time next week، قبل هذا الوقت الاسبوع المقبل. we have got our house painted، طبعا انت بما ان عندك باي فانت عايز تام، لو انت لمحت وعايل لماح هتلاقي مفيش ولا واحده غير الاولى المستقبل التام وكلهم مش تام. طيب بعد كده احنا خلصنا الحمد لله اول ست وحدات يا جماعه بفضل الله رب العالمين. الجزئيه اللي قدام سيادتك دلوقتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن الوحده السابعه والثامنه والتاسعه، ودول محتوى الحصه المقبله ان شاء الله. احنا كده خلصنا بفضل الله الجزئيه دي كلها. الفيديو الجاي هيكون اول ثلاث وحدات او يعني التلت الثالث من المنهج. احنا خلصنا الاولى والثانيه والثالثه في فيديو، الرابعه والخامسه والسادسه فيديو، خدنا السينامز والانتنامز والناس دي كلها فيديو. النهارده بقى معاك القواعد كلها، انت كده والله راجعت القواعد بما يرضي الله. اتمنى قبل ما تمشي كده تقدر الجهد اللي انا عملته معاك ده، وتشير القناه مع زمايلك، تكون انسان كده ايجابي. في حاجه بس عايز اقول عليها، التعليقات السلبيه دي اللي بتقفلني بلاش منها بالله عليك. الصوت في زنه يا مستر، انا مش عارف اصلحها يا عم. فانا بين اتنين اوبشن او تشويس او سيلكشن، بالمناسبه عشان اعلمك واحنا بنتكلم كده، اوبشن تشويس سيلكشن معناهم اختيارات. بقى قدامي اتنين اختيار، اما ان انا ما اعملش الفيديو لحد ما ابقى اصلح السماعه لما افضى ان شاء الله، او انا اعمل الفيديو وبيكون فيه زنه كل 3 4 ايام فنستحملها مع بعض. واحد تاني كاتب لي الصوت واطي. يعني انت عمري ما شفته علق في القناه، يوم ما علق كاتب لي الصوت واطي، فرحت عامل له حظر تعليقات من القناه، سلام عليكم كده على طول. الصوت واطي يا حبيبي، عل الصوت يعني عالجها. طيب يعني الفيديو نزل خلاص الحمد لله، اكشلي نزل، اسمع بقى وانت ساكت، ان لم تقل خيرا فاصمت يعني، الله يبارك لك. شكرا جدا لكم، اتمنى لكم منكم الدعم واتمنى لكم التوفيق والسداد، وانتظر مني فيديو ان شاء الله ممكن بكره او النهارده بالليل اقول لك تعمل ايه الفتره دي علشان تعدي منها بسلام نفسي ومعلوماتي وتحصيلي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.